عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحيحه جيده يا ربي. خوتي كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله نحضر معكم حليوه اقتصاديه وكتجيب كتجي رائعه هشيشه وبمكونات بسيطه. وقبل ما نبداو نحضروا هذه الحلوه كيف ما كنقول لكم دائما، لاول مره غيشوف القناه ديالي شاركوا خوتي في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش اللايك فضلا وليس امرا. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الحلوه هذه. خوتي خواتاتي غادي نذكر معكم المقادير ديال الحلوه اللي استعملت في الحلوه اللي شفتوا معايا. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، جوج خميرات حمر ديال جوج خميرات ديال الحلوه اللي كيوزنوا 8 غرام. عندي هنا ساشي ديال الفاني، عندي هنا جوج كيسان عنبه ولا جوج كيسان شاي ديال زيت المائده، عندي هنا 6 ديال البيضات، واحد الكاس ما عامرش هانتوما ناقص شويه، كاس ديال الكوك حتى هو كيعطي نكهه رائعه ولا مذاق رائع لهذه الحلوه هذه. عندي هنا جوج ديال الكيسان ديال السكه سنيده، ومن الاحسن تكون سنيده هكا رقيقه باش دغيا كذوب معنا. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال القشره ديال الحامض محكوكه، الليمون الحامض، وعندي هنايا واحد شويه ديال الشكلاط متزين. بسم الله على بركه الله غادي نبدا. اول حاجه غادي نضيف البيض، بسم الله نضيف لكم 6 ديال البيضات، وهاد نضيف هذه القشره ديال الحامض، غادي نضيف شويه ديال المليحه كما كنقول لكم دائما كنضيفوها في الحلويات ديالنا، وغادي ندير دابا السكر سنيده، غادي نخلط هذا الخليط مزيان، غادي نضيف حتى هاد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلطهم مزيان 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 حتى هاد السكر سنيده يذوب تماما مع البيض، وعاد نرجع باش نضيف الزيت. صافي، من بعد ما السكر سنيده ذاب مزيان وهكا انتم شوف اللون ديال البيض كيفاش ولا ضعف لي هكا الحجم ديالو. دابا غادي نضيف الزيت، بسم الله ونخلط مزيان، ودابا غادي نزيد الكوك، بسم الله كيف ما قلت لكم هاد الكوك كيزيدها واحد المذاق زوين بزاف، ولا بغيتو تزيدو حتى كميه اكثر ديال الكوك زيدو على هاد القياس اللي متواجد عندي حاليا ضفتو. صافي دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، غادي نزيد هاد الخميره جوج ساشيات كيف ما قلت لكم، نخلطو ونضيفو الدقيق شويه بشويه. العجينه ديالنا دائما ديال الحلوه كتكون رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف باش كتجينا الحلوه هشيشه، ما تجيناش مدقصه. صافي، من بعد ما جمعت العجين ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا العجينه راه كتجينا رطبه على هذا الشكل هذا كما قلت لكم باش الحلوه ديالنا كتجي هشيشه وكتجي خفيفه. بسم الله دابا غادي نبدا نكور في هذه الحلوه هذه. عندي هنا لاطا دهنتها بشويه ديال الزيت غير شويه، غادي ناخذ واحد المرشم غادي نستعملو. عندي هذا المرشم هذا هو داير بحال الشميشه. هنا عندي شويه ديال الدقيق في الزلافه باش غادي نبقى هكا نغطس هذا المرشم هذا ونفضو ونطبع به باش ما يلصقش ليا في الحلوه. بسم الله غادي ناخذ هذا القياس هذا، بغيتو تزيدو تكبرو ولا تصغرو كيبقى على حسب الذوق ديالكم. بسم الله صافي غادي نكور على هذا الشكل هذا، نغطس هذا المرشم في الدقيق ونطبع هكا الحلوه ديالي، هانتوما كتجي على هذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه نشكل الحلوه ديالي كامله
ونرجع معكم. من بعد ما ساليت الحلوه ديالي بتشكالها نتوما كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندخلها للفران. كيف ما كنقول لكم دائما الفران كيكون عندي سخون مزيان، كنقص ليه على عافيه، نخلي عافيه مهيله، ندير الحلوه ديالي بالجهه الفوقانيه حتى تطبخ وتحمر ليا شويه من تحت، ما كنحمرهاش بزاف باش كتبقى لنا هشيشه، ونهبطوها لتحت تحمر شويه من الوجه، ونرجع معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه، المنظر ديالها يا سلام، وريحتها طالعه غزاله كتشهي. وكما شفتوا معايا بمكونات اقتصاديه كنحضروا كميه كثيره ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا معايا نحضروها لوليداتنا، نحضروها لنفسنا، نشربوا بها اتاي قهوه، كتجي رائعه رائعه. شكرا لكم اخوتي على الكومنتات الزوينين وعلى المشاهده ديالكم، شكرا لكم مره اخرى، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.